المخرج السينمائي الإيراني عباس كيارسمنتي ينقل اليوم إلى مثواه الأخير في جنازة حضرها عددا كبيرا من محبيه وأصدقائه وبعض الفنانين الإيرانيين في طهران. المخرج الإيراني توفي في 4 يوليو الحالي في أحد المستشفيات الباريسية بعد معاناة مع مرض السرطان. إحدى متابعيه تقول: بالنسبة إلي وإلى جميع الناس هنا، يعتبر عباس كيارسمنتي واحدا من أعظم المخرجين في العالم. لقد أضاف الكثير إلى إيران في مجال التصوير الفوتوغرافي وصناعة الأفلام. ويضيف آخر: واجه عقبات وقيود بالطبع لم يمنع من صناعة الأفلام في إيران أو من الحصول على رخصة للإنتاج. الإيرانيون كانوا يتابعون أخباره خارج إيران. كيارسمنتي فضل البقاء في إيران بعد قيام الثورة الإسلامية وأخرج أكثر من 40 فيلما، كما حاز على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي الدولي.